بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم يا شباب في معرض سولار شو كيس ايه. ذا سولار شو كيس ايه ده معرض الطاقة الشمسية في السعودية. ان شاء الله هيكون يوم الاثنين يوم 30 عشرة والثلاث 31 عشرة 31 اكتوبر. طبعا زي ما شفنا في الفيديو اللي فات ان احنا عملنا ريجستريشن فور فري، سجلنا وشفنا التسجيل بيتم ازاي، وبناء على التسجيل ده ان شاء الله هنبدأ نحضر المعرض. لو انا عايز اشوف النشرة الخاصة بالمعرض دايما باجي هنا اهو، طبعا في هوم، واتس اون، في سبونسر، تمام. فانا باجي هنا الكونفرنس في الجيست باير بروجرام، تمام. فهاجي هنا على سبونسر وبختار على بختار داونلود بروسبكتس، بيجيب لي ادخل اسم الايميل، تمام، الفيرست نيم اشرف رمضان ميد مانجر كانتري السعودية، كومباني نيم ام سي كانتري، اقعد ادوس على حرف الاس كده لحد ما تيجي السعودية اهو. اي ام ورك فور كونسلتنت استشاري، موبايل نمبر احط 00969650336985، ده رقم تليفوني. What is your role؟ Executive Manager ولا Board؟ Department Manager ولا Non-Management؟ Department Manager. وأعلم هنا على by continuing إن أنا بعمل confirmation إن أنا إيه قريت الشروط والأحكام وبقبل بيها، وبعد كده أديله Submit، تمام. Many thanks. An email has been sent to، بعته الايميل على الايميل اللي انا سجلت بيه، with requested information attached. Please be patent larger attachment will take long to receive. بيقول لك ان والله النشرة هتوصلك على الايميل من سولار شو كي اس اي، تمام. دي نشرة معرض الطاقة الشمسية في السعودية، وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية خاصة بالمعرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.